مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. اهلا بكم في برنامجكم المحبوب الدورة الرمضانية اللولبية. جات لنا اخبار غريبة جدا بانسحاب فرقة البطيخ والفراولة والموز من الدورة الرمضانية، وبكده نقول مبروك لفرقة رمضانكو على وصولها للنهائي. هتقابل فرقة قمر الدين غدا ان شاء الله. ايه ده؟ ازاي؟ يا ابني عيب عليك، مش قلت لك هكسبك البطوله دي؟ ليه يا حاج؟ انت عملت ايه بالظبط؟ اوعى تكون اديتهم رشوه عشان ينسحبوا. رشوه يا بنت ثانيه، بنت محمد الاحول ده، انا رحت الدجال معرفه قديمه وقال لي هات بطيخه ومزايه وفراوله واضربهم في الخلاط واشربهم، هتصحى هتلاقي الفرق كلها انسحبت. اخس عليك يا بابا، بقى كده تشرب لوحدك من غير ما تدي يا رئيس حبيبتك حبة؟ طب وما عملتش كده ليه مع فرقة قمر الدين؟ اصل بصراحة كان عايزني اعمله عصير وانا بحبه صحيح. يا حاجة ما كنت تعمله عصير وتدي لقرقيش تشربه، ما انت عارف بنتك المفجوع مش هتقول لا. طب وبعدين هنعمل ايه في النهائي اللي بكرة ده؟ احنا محتاجين نتمرن النهاردة بعد الفطار ونعرف هنلعب ازاي. خلي بالك يا رمضانكو، فرقة قمر الدين دي فرقة رخمة وبتلعب بخطة دفاعية وبيكسبوا بالحكام على طول. انت يا منيلة منك ليها، تعالوا ساعدوني في المطبخ، المغرب قرب يأذن. الله يخرب بيت الكرة وسنينها، اشوف فيكو يوم يا ولاد فانوس.
ما تكلم ولادك يا راجل انت بدل ما انت بتساعدهم كده كتكنيله. قومي يا بنت من الكليه ساعد امكم، لاحسن دي شرانيه انا عارفها بنت محمد الاحول، دي مش بعيد ما تفطركوش النهارده. بصوا بقى، كل واحدة فيكو هتقف في مكان في الملعب، واللي الكورة تجيلها تحدفها لزلابي على طول وهي هتتصرف. والله ده ثقة كبيرة قوي يا كوتش، ان شاء الله اكون قدها واخد هداف البطولة ونفرح جمهورنا الكبير. انا هقف في الدفاع عشان مش هقدر اجري كتير، وبقى هتولي سندوتشات اكلها بين الشوطين. انا هقف في نص الملعب ومش هخلي حد يعدي، اعتبر البطولة دي بتاعتنا خلاص. وانا هقف دفاع جنب قرايش، ولو احتجتوني في اي حاجة اندهوا بس علي، هتلاقوني عند الجون التاني في ثانية. وانا همشي في الملعب كله اوقع بين الفرقة التانية عشان ما يعرفوش يلعبوا ونكسب احنا. الله، طب انا هلعب فين؟ لا، ما انا مش بعد ما طلعت الكلسون من الدولاب تعطوني احتياط. لا طبعا، ازاي ابو الفنانيس، ده انت الخير والبركة، انت بقى هتقف جون. الله، جون؟ حس كده يبقى لازم اتفرج على فيديوهات علشان اتعلم. انت بتعمل ايه يا ابو الفنانيس؟ بتفرج على فيديوهات الحارس ده، بيقولوا جامد قوي، اديني بتعلم منه. فيتابع ومذكور الى الهدف، لا الهدف لو نعم جول، ذكر عبد الاله مذكور فجاء الهدف مذكور ابعدها من خط مرمى انس زنيتي قبل خمس دقائق، مذكور على الكرة وجاب ركنية، مذكور استغل الركنية. لا جامد جامد يعني، ده أنا هشرفكم. Thank you.